ايه ده يعني؟ طب ده شكل خط الانتاج اللي هو المؤتمت. انا عندي بروسيسنج اوتوميتد بروسيسنج ورك ستيشنز ان ستيشنز. عندي الستارتنج بيز بارت بيدخل بيبقى بيتم عليها عمليات اللي هي ايه القطع والتشغيل، وبينقلها ميكانيزد ورك ترانسبورت سيستمز لحد ما يبقى فينيشد برودكت. الفاندمنتال اوف اوتوميتد برودكشن لاينز، دايما دي احد الخواص الخاصه بالانتاج، ان كل بارت ان عدد البارتس ات اني تايمز ايكوال على اللاين دوت، هي بتيكوال طبعا نمبر اوف ورك ستيشنز، ان كل ورك ستيشن بتتولى تشغيل بارت واحد. بعض الخطوط المعقده اللي هي الكومبليكيتد لاين بيبقى فيها بافر ستورج بين ستيشنز، بيبقى فيه تمبراري بارت ستورج، ده بيقلل الكفاءه، ده بيحسن كفاءه نسبه داون تايم، لكن على حساب ان انا عندي في ورك ان بروسيس بتوين لاين سيجمنتس، قطاعات اللاين سيجمنت، واحنا اللاين سيجمنت دوت اللي هو مجموعه من لوكال ستيشن جروب مع بعضها بيليها ايضا مجموعات ثانيه، فبيبقى فيه ستورج. طب بنحسب السايكل تايم ازاي للاوتوميتد برودكشن؟ بالمثل زي ما حسبناه قبل كده، هو البروسيسنج تايم تي بي بلس ذا تايم تو ترانسفير بارت فروم بتوين اتش بتوين تو كونسيكيوتيف ورك ستيشن. يبقى هو الزمن اللي هو السايكل تايم، زمن دوره الانتاج اللي هي الزمن البيني ما بين خروج و جزئين ميكانيكيين بيصنعوا متتاليين، هو الزمن عباره عن زمن الانتاج نفسه البرودكشن تايم تي بي بلس زمن الانتقال من ستيشن لستيشن. طبعا البروسيسنج تايم هو دوت اللي هو باخد اللي هو سيرفيس تايم تي اس، اللي هو اقصى من ابطا ستيشن سلو ورك ستيشن، دي اللي انا باخد لها ايه البروسيسنج تايم بتاعها زي ما حسبناه قبل كده. طب بالنسبة احنا بنتكلم على الخط دوت، ايه اشكال الخط انتاج المؤتمت دوت؟ سيستمز كونفيجريشن. عندي الورك فلو ممكن ياخد اشكال مختلفة، ان لاين زي ما شفنا، ان لاين الان لاين احنا طبعا شفناه قبل كده اللي هو خط مستقيم، سيجمنتد ان لاين مجموعة من القطاعات مجموعة من الجروبس متصلة ببعضها غالبا بيبقى فيها بينها ستورج، وفي روتري نوع من الروتري اللي احنا شكل خط الانتاج على شكل دائري. طبعا كل نوع بيبقى ليه مميزاته وظروف استخدامه. طيب بالنسبه للانلاين كونفيجريشن مناسب في الماشيننج بيج ورك بيسز such as automated انجن بلوكس، يعني ما انت جاي تصمم خط انتاج عاوز يعني تصمم خط انتاج ل اجزاء السيارات، فانت هتفكر على طول عشان الانتاجيه العاليه، طبعا انتاج السيارات ده محتاج يبقى في طلب كبير، ديماند كبير هاي فوليوم، فانت محتاج خط انتاج مؤتمت اللي هو ترانسفير لاينز، الانجن انجن هيدز، الترانسميشن كيز اللي هي اللي هو صندوق التروس اللي هو النقل، البارتس ريكواير طبعا طبعا parts require large number of operations needing a production line with many stations. بنلاقي اللي هنا عندي ال بعدد كبير جدا من الستيشن، فطبعا بضطر اعمل ان لاين، ان اللاين طبعا بيبقى عدد محطات كبيره جدا، غير الروتري، الروتري بيبقى محدود اللي هي الدائري دوت بياخد سبيس، هو يعني غير اللاين، لاين بيستوعب عدد كبير من المحطات في خط مستقيم، في large number of operations بيسمح باستخدام ال storage buffer، وده configuration خاص ب inline system inline automated production line inline automated production line زي اللي هو لو احنا ال basic configuration اللي احنا كان عنه لكل ال automated production lines. بالنسبة inline segmented segments يعني قطاعات،
واللاين سيجمنتد يعني بيبقى مجموعة مثلا على شكل حرف L هدفها إن هي تتناسب مع المساحة المتاحة. Two or more straight lines transfer sections where the segments are usually perpendicular to each other. غالبا السيجمنتس دي بتبقى متعامدة مع بعضها وبتتناسب مع المساحة المتاحة في المصنع. Reasons for designing segmented. إمتى أستخدم السيجمنتد دوت configuration؟ اول حاجه available workspace may limit the length of the line. انا ما اقدرش عندي ممكن زي ما قلنا ايه دايما السيجمنتد بيناسب المساحه فهو بيبقى دايما available workspace ما ينفعش تعمل فيه inline صغير مربع فابدا اعمل segments كده بالشكل دوت حرف ال او حرف يو. Allows the orientation of work pieces to the machine different surfaces. يعني ده بيتيح ان انت ايه لو انت لاحظت كده عندي شكل حرف ال فبلاقي ان الورك سيت بيتحرك والاورينتيشن بيبقى سهل ان انا ايه على كل جزء حسب دورانه في السيجمنت دوت بيبقى بيتيح ان هو استخدامه. يعني دي ميزه. The rectangular layout provides for return of work holding fixtures to the front of the line for reuse. The rectangular layout اللي هو الشكل المستطيل بيتيح ان الورك يروح ويرجع تاني ياخد دورة ويرجع تاني لو في اي عمليات عاوز استخدمه في اضيف اي عملية اخرى عليه بعد العمليات اللي تمت واكرر العمليات عليه فدوت بيبقى ميزة مثلا لو ريكتانجلر layout. طبعا اي سؤال فاعمل نوتس كده وهنتواصل فيها ان شاء الله عن طريق جوجل كلاس روم او اي وسيله عن طريق الايميل او عن طريق وسائل التواصل اللي هي الستودنتس ليرنينج الكترونيك ليرنينج بلاتفورمز منصات التعلم الالكتروني اللي احنا ان شاء الله باذن الله هنعتمد عليها الفتره الجايه ديت. وطبعا انت بالنسبه لك برضو جروفرز لو انت عاوز تستفيد في هذه الانظمه وتشوف الشرح مفصل فيها فانت انا مديك الكتاب دوت مش عشان يبقى يوزليس لا لابد ان الكتاب ده يتفتح وتشوف ويعني تسال وبعدين لو في حاجه مش فاهمها تسالني تيجي نسال مع بعض نناقش فيها. ستارتنج بارت هنا بالنسبه ده مثال لحرف ال ال شيب لاين سيجمنت كوميتد برودكشن لاين ده الريكتانجل اللي احنا بنقول عليه يبقى فيه امكانيه كده اللي احنا طبعا البارت بتبقى مثبته في مكان معين عشان تقدر تبقى تتيح عمليه قطع باريحيه. وبالتالي هنا بتيجي بعد كده الاجزاء دي تقف المثبت لهذه الاجزاء بيجي على محطه غسيل عشان لو كان في رايش ولا حاجه يتم التخلص منها. طبعا دوت بيبقى ده ورك كارير وطبعا البيس بارت الستارتنج بارت بيدخل وبعدين بيتم عليها عمليات كل العمليات اللازمه للوصول الى التصميم المطلوب. ده يو شيب واليو شيب ده هنعرف بعد كده ان هو من الانظمه من اللي اوتس اللي هي محبب قوي ان هو بيبقى نقطه الدخول والخروج من جهه واحده وبيستخدم بكثره وكوميندد ان مثلا عمليه نقل بتطلع بالاضافه ان العمال بياخد عماله اقل لان المساحه مساحه التواصل جيده جدا مسافه التواصل قليله المسافه ما بين كل المحطات وبعضها قليله للتواصل فده بيتعب التواصل. طب هنا الكنترول من ناحيه واحده دوت كويس كده. طيب بالنسبه للروتري هنشوف اتعرف عليه ليه معادلات وليه اناليسيس كده خاص بيه ان هو طبعا تصميمه بيحتاج يتعرف على قد ايه عدد المحطات وغالبا بيستوعب محطات قليله هنشوف دلوقتي. كل الروتري دوار نظام خط الانتاج الدوار الكونفيجريشن بتاعه من ضمن خواصه ان هو بيتم عباره عن تيبل. انا عندي مجموعه من الستيشنز مثبته على تيبل بتدورها عباره عن دايل اندكسنج ماشين اللي هي بتبقى هي دي اللي بتدير بتلف بزاويه معينه. الهدف من زاويه معينه ان انا اعمل اورينتيشن للبارت على المحطه اللي بعمل ترانسفير للبارت عفوا للمحطه نفسها فبيجي عباره عن مجموعه محطات كده عباره عن ناس قاعده كده ايه زي ايه عباره عن مائده مستديره كده بيبقى في مجموعه من الورك ستيشنز طبعا بيبقى عدد من 6 او 8 بالكتير
ودايما الروتري مناسبة للأجزاء اللي هي الفوليوم بتاعها قليل عشان تقدر تستوعبها، وإلا هيبقى التكلفة كبيرة جدا. إن هو هدفه الروتري إن أنا أستخدم مساحة برضو زي السيجمنتد بس بشكل أكثر، إن أنا أستخدم مساحة قليلة كومباكت أريا. وكومباكت أريا بتتطلب أيضا إن ما تبقاش فيه ستور، غالبا ما بيبقاش فيه ستورج بيني ما بين المحطات وبعضها. الأجزاء نسبيا بالنسبة للكبير، طبعا الأجزاء الكبيرة معناها إن أنا هيبقى في مسافات ما بين الورك ستيشن وبعضها. طب دوت في الروتري مقيد بالتصميم الطبيعي للدايرة نفسه، فطبعا غالبا ده بيبقى صعب إن أنا يبقى ميزته راحت خلاص، إن أنا أعمل الدائري دوت هيبقى فيه فقد للمساحة الداخلية، وطبعا مش مناسب لما يكون الأجزاء كبيرة. اللي بيدور التيبل اللي عليها الستيشنز ديت حاجة اسمها ده الاندكس ماشين، هتكلم عنه بالتفصيل. Rotary indexing systems are commonly limited to small work parts and few stations. ده الكلام اللي انا بقوله، الـ Rotary indexing system دوت بيبقى مناسب للـ work parts اللي هي smaller in size وبيحتاج fewer work stations. غالبا ما بيبقاش فيه capacity اللي انا يكون عندي buffer storage دوت تخزين بيني. من الجوانب الإيجابية للروتري سيستم إن هو تكلفته بسيطة، بيحتاج زي ما قلنا إيه فلور سبيس أقل. ده شكل الروتري اندكسنج روتري اوتوميتد برودكشن لاين، خطوط الإنتاج اللي هي المؤتمتة الدوارة شكل الدائرية. البارت بيدخل في مكان هنا، بيجي على الورك كارير او الفيكتشرز، وبعد كده بياخد دورته. كل شويه القرش ده بيلف تكه كده تكه، بس ان هو يوصل بالكارير دوت البارت امام البروسيسنج الاوتوماتيد بروسيسنج ستيشنز. و طب ايه اللي بيدوره هنتكلم عليه كمان شويه لحد ما يطلع ويجي هنا في المنطقه ديت يخرج، يبقى completed work part or completed product.